السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحكماء العدلاء والضيوف الكرام والمعلمون الأعزاء والأصدقاء الأحباء، أقوم في هذا اليوم الجميل لدعوتكم إلى ذكرى واهترام شخص مهم في حياتنا الطلبة، ألا فهو المعلم. من هو المعلم؟ المعلم هو الذي يربينا ويهذبنا ويدرسنا ويعلمنا ويحبنا بكل حبه. فلذلك استأذن لي لأتكلم عن الاحتفال بعيد المعلم دروس وعبر. في ماليزيا نحتفل بعيد المعلمين في 16 مايو كل سنة، فهذا الاحتفال لا يعني أن نذكر معلمنا في هذا اليوم فقط. يجب علينا أن نحب ونكرم ونذكر المعلمين في كل يوم، بل كل دقة حياتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: كاد المعلم أن يكون رسولا. صدق رسول الله. هذا القول يدل على مكانة وكرامة المعلمين على الإنسان جميعا، حتى يرفعهم الله في دنياه وفي آخرته طبعا. أيها الأصدقاء الأحباء، لماذا يختار يوم واحد لاحتفال وذكرى هذا الإنسان الكريم؟ كأنه لا يجوز لنا أن نحترمه في يوم آخر. لا أيها الزملاء، فهذا الاحتفال يدل على كرامه وعزته، حتى يعطى له يوما خاصا لاحترامه. في هذا التاريخ العزيز نكرمهم بهدايا وتهيان ودعاء أكثر من يوم آخر. إن عملية التعليم عملية عظيمة، فمكانة المعلم كادا متساوية بمكانة الرسل، فيجب علينا أن نحترم المعلمين ونكرمهم طوال حياتنا وحياتهم. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تتعلموا منه. فلعل باحتفال يوم المعلم يجعلنا إنسانا شاكرا مهذبا ناجحا في حياتنا الدنيوي والأخروي. نكتفي بهذا القدر. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.